بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحصة دي هي رقم 3، أول حصة نزلت من الكورس كانت شرح، الحصة اللي بعدها كانت تمارين، الحصة دي رقم 3 وكان معاها امبارح بس معلش الكهرباء مش سابانا في حل. تعال نبدأ بسم الله كده، عايزك تعرف إن الحصة دي رقم 3 أو خلينا نسميها يعني السيشن رقم 3، ما تقولش سيشن قول سيشن، ده رقم 1. الحتة الأولانية يا معلم في معانا النهاردة هنشرح إيه النهاردة؟ رقم 1 إن شاء الله هنشرح الناونز اللي هي الأسماء. عايزك تعرف إن الناون ده هو الاسم، معناه بالعربي كده الاسم، ويعرف المصطلح بالعربي والإنجليزي وخليك خربوش. الناون ده هو كلمة بتصف، حلو؟ كلمة بتصف اسم أو عملية، عايزك تركز في الكلام ده، أو تصور يعني أو تصور أو ممكن نسميها تصور. على سبيل المثال اسم زي ما اقول لك مثلا هيثم، ده كده في الانجليزي عباره عن ناون. لما اقول لك مثلا dog يعني كلب دي برضه عباره عن ناون. طيب توصف عمليه زي ايه مثلا؟ زي reading اللي هي القراءه مثلا. تصور دي كلمه من عندي افتكاسه كده زي كلمه love اللي هو ايه يا ابني؟ الحب. طبعا انت عارف love love، فدي اسمها اسم. يبقى الناون في اللغه الانجليزيه هو الاسم، حلو. وهنا عايزك تعرف حته، لو انا عايز اقول لواحد ما اسمك ما ينفعش اقول له what is your noun، مع ان انا لسه حالا قايل لك ان noun زي هايس. لا يا معلم، what's your noun دي كده غلط. احنا بنستخدم يا معلم noun دي في لغه القواعد، حلو. احنا عندنا في اللغه الانجليزيه في لغه القواعد دي هناخد مثلا على سبيل المثال واحد اقول لك الراجل ده patient، يعني ايه patient؟ يعني صبور. الراجل ده مثلا tall يعني طويل، short يعني قصير. دول كده اسمهم صفه، والصفة في لغة القواعد يا بالحج اسمها adjective، اسمها adjective، حلو؟ طيب فركز مع الكلام ده كويس، يبقى الصفات في لغة القواعد اسمها adjective، اسمها صفة، حلو الكلام؟ طيب أمال الصفة في مثلا في وصف الأشخاص، وصف الأشخاص على سبيل المثال اسمها quality، quality دي اللي معناها صفة أو خاصية، حلو الكلام؟ فلو عايز اقول لواحد ايه صفاتك في الحياه يعني what are your adjectives ولا what are your qualities، هتقول what are your qualities. عشان اوضح اكتر الحته دي هنعمل خط مايل كده وهقول لك على حته ثانيه. عايز اقول لواحد ما اسمك، عايزك تعرف ان كلمه noun دي هي الاسم في لغه القواعد. انا بحاول اشرح لك ببساطه كده كلام انت تفهمه. طيب كلمه name ده معناها اسم. لما احب اسال واحد اقول له ما اسمك، الطبيعي ان اقول له what's your name. what's your name، اوعى تقول what's your noun. لكن انا عندي كلمه دور دي عباره عن نون، كات عباره عن نون، ستوري عباره عن نون، بورد عباره عن نون، حلو الكلام. طيب يبقى احنا اتفقنا كده، عايز اقول لواحد ما صفاتك، الاول ما اسمك، مش هنقول واتس يور نون، هنقول واتس يور نيم، ما اسمك. طب الحته الثانيه عايز اقول لواحد ما هي صفاتك اللي بتميزك، هقول له وات ار يور، هنقول وات ار يور ايه بقى يا معلم؟ adjectives، adjectives، ولا هنقول وات ار يور كواليتيز. هو ده بقى فكره انك تبقى فاهم وحافظ اللغه، يعني انت طبيعي لازم نحفظ، ما فيش حد يقدر ينكر كده. بس adjectives دي معناها صفات، وكواليتيز برضو معناها صفات. لو عايز اسال واحد اقول له ايه صفاتك، هقول له ايه هي الكواليتيز بتاعتك. عشان كده لو عايز اقول للراجل ما هي الصفات المطلوبه للوظيفه، فنقول له وات كواليتيز، ما هي الايه الصفات. ونكمل السؤال، طبعا موضوع السؤال ده هنجيله لما نوصله ان شاء الله تكوين السؤال ازاي، ممكن نعمله النهارده في نفس الفيديو. يبقى الناونز دي كده. طيب عايزك تعرف يا عم الحاج ان في انواع الاسم في اللغه الانجليزيه. بص يا معلم، تصنيفات الاسم دي كتير، منهم الكونكريت كونكريت ناون، الاسم ناون، والابستراكت ابستراكت ناون. ركز لي بقى في الكلمتين اللي هقول لك عليهم دول، عشان الكلمتين دول مهمين وهنحتاجهم. طيب هنحتاجهم فين؟ هقول لك دلوقتي. بص يا باشا، الكونكريت ناون ده اللي هو الاسم المادي المحسوس. طب الابستراكت ناون الاسم المعنوي. يعني ايه اسم معنوي؟ يعني حاجه بنحسها بمشاعرنا، زي مثلا على سبيل المثال لاف الحب، ده اسم معنوي. ريسبكت الاحترام، هو حد بيمسك الاحترام بايده؟ لا. زي مثلا كلمه بيشنس اللي هو الصبر، زي كلمه على سبيل المثال مثلا ايه تاني من الاسماء المعنويه؟ زي كلمه احنا قلنا لاف ريسبكت وبيشنس، زي كلمه هاترد الكراهيه. الناس دي كده اسماء معنويه، حلو. اعرف بقى المعلومه دي، ودي التكه اللي انا عايزك تعرفها. عشان كده بشرح لك الاسماء دي، عشان لما ندخل على قاعده الاسماء المعدوده والغير معدوده والحوار ده، واقول لك ان الاسم المعنوي لا يعد، ده رقم 1. رقم 2 يعني لا ياخذ ولا ان ولا ينفع اصلا يجي قبله ذات.
الاسم المعدود والغير معدود بياخدوا زيها، لكن المعنوي ما بياخدش زيها ايا كان الوضع. اتفقنا كده على الحته دي؟ طيب الحاجه اللي بعد كده الاهم من ده كله، يجي الراجل في جمله في الامتحان يقول لك الاحترام من الامور المهمه في حياتنا، ويقول لك ترجم يا ابو الشباب. فانت زي الشاطر كده هتبدا الجمله بالفاعل، مين اللي من الامور المهمه يا عم الحاج؟ الاحترام. فراح انا قايل لك ريسبكت. طيب لو انا قلت لك ذا ريسبكت ينفع؟ لا ما ينفعش، عشان الاحترام ده اسم الاسماء المعنويه، والاسم المعنوي دايما لا يعد، ودايما كمان رقم ثلاثة خليني اقول لك دايما مفرد. فعشان كده بقول لك ريسبكت از من الامور. بص معايا، لما تيجي كلمه من اللي هي الهدف منها التبعيض ما تقولش فروم. تاني كده، تاني اسمع من حبيبك، كلمه من اللي الهدف منها التبعيض ما تقولش فروم. طيب امتى نقول فروم بمعنى من؟ بص يا معلم، هنقلب الصفحه دي كده، لا سوري مش هنا، هنقلب الصفحه دي كده، وهاجي هنا اقول لك على حته عايزك تركز معايا، عشان الكورس ده اقسم بالله هنطلع منه مستفيد لو ركز معايا. لما تيجي تقول لي على سبيل المثال انا من مصر، هي كلمه من دي بتفيد التبعيض؟ لا، دي من انا هسميها انا وانت كده في الخباثه من المكانيه، المكانيه. حلو؟ فعشان كده لما ترجمها هترجمها فروم، فاقول لك ام فروم ايجيبت، يعني انا منين يا ابو الحاج؟ من مصر. سؤال يا مستر، مش انت يا عم بتقول انا يعني اه ومن يعني فروم ومصر يعني ايش؟ جبت لي دي منين؟ ما انا قايل لك قبل كده يا عم الحاج، لو او قلت لك لازم الجمله يكون فيها فعل، لازم اي جمله في الانجليزي يكون فيها فعل. طب افرض جمله ما فيهاش فعل زي كده، زي ما اقول لك مثلا على سبيل المثال وانا قلتها لك المره اللي فاتت، مصر دوله عظيمه. الجمله زي دي عايز اترجمها من عربي لانجليزي، هعمل ايه؟ اولا مين اللي دوله عظيمه يا ابو الحاج؟ مصر. هنبدا بمين؟ ايجيبت. طيب وعلى الهامش، وعايزك ما تتوهش مني على الهامش كده، هو انت يا مستر ما ينفعش تقول ذا ايجيبت؟ هقول لك هنا اهو كده الحته دي كده، اسماء الدول ممنوع ياتي قبلها اي اداه. بص بقى التكه دي، الا لو دوله مركبه نستخدم قبلها ذا. طب يعني ايه دوله مركبه؟ الكلام ده هتشرح في ميعاده، بس انا بعمل كورس مكثف فركز معايا. الاسماء الدول اللي بينفع قبلها ذا، على سبيل المثال يو اس اي اللي هي يونايتد ستيتس اوف امريكا، دوله مركبه. عارف يعني دوله مركبه؟ يعني دوله من اسم من كلمتين او ثلاثه، سواء كتبتها يو اس اي او كتبتها يونايتد ستيتس اوف امريكا. حلو؟ سواء انت كتبتها كده او كده، فانت هتقول لي ذا يو اس اي او ذا يونايتد ستيتس اوف امريكا. طيب مستر معلش، هو كلمة ايجيبت دي بمعنى مصر ينفع قبلها حاجة؟ لا، دي كده بدون. طب لو انا قلت لك Arab Republic of Egypt اللي هي جمهورية مصر العربية، حضرتك هتاخد زي، سواء كتبتها Arab Republic of Egypt او كتبتها ARE. يبقى اللقطة اللي هنا يا عم الحاج عايزك تفهم ان اسماء الدول ما تاخدش قبلها اي حاجة الا لو كانت دولة مركبة. وخد بالك في دول مش مركبة، دول مش مركبة وياتي قبلها ذا، اللي هم مين يا عم؟ ذا سودان دي اكتر واحده مهمه، وذا يمن، وذا كونغو، بس مش موضوعنا. هي السودان اللي احنا بنقابلها دايما في الجمل، بس مش موضوعنا دلوقتي عشان هنفسر الكلام ده تفسيرا. فانا هنا قلت لك ايجيبت عشان ما تقولش ذا ايجيبت. طيب دوله عظيمه، مستر انت قلت لي انا لما اجي اترجم الصفه فبجيب ايه الاول؟ بجيب الصفه الاول وبعدين اجيب بعدها الاسم الموصوف. فالصفه هنا كلمه عظيم اللي هي جريت، وبعدين دولة اللي هي اسمها country، وما انساش احط اخر الجملة نقطة. انا كده شاطر؟ انت شاطر ولا تكة؟ ايه التكة بقى اللي وقعت منك؟ ان انا قايل لك ممنوع الجملة اي جملة لازم تبدأ بفاعل يا عم، وبعد الفاعل لازم فعل. طب ماشي، ما الجملة ما فيهاش فعل هنا، مصر اسم ودولة اسم وعظيمة ده صفة، اجيب لك فعل منين؟ ما انا قلت لك لازم الجملة يكون فيها فعل، ولو ما فيش فعل هتاخد لها فيرب تو بي زي ما اتفقنا مليار مرة. طيب فبناء على ذلك ايجيبت مفرد فناخد از. خلصت انا كده؟ لا لسه تكاية. ايه التكاية؟ قلت لي قبل كده، ما هو الانجليزي ده تراكمي، ما احنا قلنا كده 100 مره، افهم بقى عشان ما تعديش معاك، ان لما يكون عندك صفه زائد اسم، بس الاسم ده بشرطين، ان هو يكون اسم معدود ويكون في صيغه المفرد، فحضرتك تاخد قبله او ان. حلو الكلام؟ ولو هنحدد ناخد ذا. طيب انا عندي هنا يا عم الحاج عندي دوله عظيمه، راحت فين الجمله؟ بعت مني، معلش هجيبها تاني اهي. مش دوله عظيمه ديت، مش جريت ديت صفه، وكونتري دي اسم، خلاص يا معلم هتاخد قبلها ايه؟
يبقى Egypt is a great country. Egypt is a great country. طب معلش يا مستر جملة كمان عشان أنا بستفيد. اسمع مني بقى. اسمع مني. لما أجي أقول لك مثلا قابلني قابلت فتاة طويلة في الشارع. ماشي. وأسكت على هنا. وعايز أترجم. مين اللي قابل؟ إحنا قلنا بالإنجليزي ممنوع المستتر وممنوع ما فيش حاجة اسمها مستتر وما فيش حاجة اسمها ضمير موصول. لا. خد بالك في ضمير واصل. أنا أقول لك ضمير موصول. فقابلت هتروح أنت مطلع التاء دي مقصود بها مين؟ أنا. فهنا كأنك بتقول أنا قابلت. فهتروح أنت قايل لي I met أو I have met. أنت لو عملتها met أو have met لحد النهاردة كده عادي. بس الفكرة فين؟ أنا قلت لك لو الراجل لو الفعل اللي قدامك زمن وماضي حلو والراجل حدد الزمن يبقى خلاص خد ماضي بسيط كده يا معلم شكرا. طيب بدون تحديد خد يا معلم مضارع تام. حدد ازاي؟ هو هنا قال لك قابلت فتاة طويلة في الشارع وسكت. عارف لو كان قال لك قابلت فتاة طويلة في الشارع امس هو هنا حدد. فين التحديد؟ ما هو امس دي يا معلم ماضي بسيط. بما انه هنا في الجملة ما قالكش قابل امتى فعملها مضارع تام. طيب يبقى انت قلت لي I have met فتاة طويلة. يا مستر انا بجيب الصفة قبل الموصوف فطويلة وبعدين فتاة. يبقى هنقول طول وفتاة يعني بنت اللي هي girl. فين يا عم؟ في الشارع. in the street في الشارع. طيب وهنا في ملحوظة عايز اقولك عليها. مش دي طول صفة وgirl اسم وانت لقيت الاسم ده هو girl اسم يعد وموجود في صيغة المفرد فتروح قال لنفسك انا هنا عايز اوان فخدنا I met a tall girl. عمال تقول اسم يعد مش فاهم يعني هو ممكن يكون اسم غير كده. ايوه يا عم احنا ناخد دي دلوقتي بس عشان احنا جينا عندها. لما اقول لك مثلا سمعت اخبارا بلاش اقول سمعت عشان انا اتكلمت عني انا كتير اتكلم عنك انت بقى وعننا كلنا. سمعنا اخبارا مثلا سيئه. حلو اخبارا سيئه. يلا نترجم. يلا مين اللي سمع؟ سمعنا فاكيد سمعنا نحن فتبدا بنحن اللي هي وي. وسمع يعني heard. لو عملتها كده غلط لا مش غلط بس يفضل انه ما تم ما قالكش امتى فتعملها مضارع تام. يبقى تقول we have heard اخبارا سيئة. يبقى والله اخبار وسيئة نجيب سيئة وبعدين اخبار فهنقول bad والاخبار يعني news. هناخد اول لان لا اول لان. عارف ليه؟ لان news ده هو اسم لا يعد. الاسم اللي لا يعد ما ياخدش اول لان وهنقولها كتير الحتة دي. يبقى نقول we heard we have heard A bad news. لا. طب an bad news. لا. ليه؟ لان ده اسم لا يعد. وعارف انت لو قلت لي كتب سيئة فتقول bad books برضو من غير حاجة. طيب وبالمناسبة بقى واحنا بما دام جينا هنا كده انا عايزك تركز معايا. عايزك تركز معايا في الحتة دي. بما ان احنا جينا عند حروف الجر. انت حروف الجر دي من الحاجات اللي هتطلع عينك في الانجليزي ولازم نبقى متفقين على كده. فانا عايزك تحفظ معايا. ايام الاسبوع ناخد معاها في الجر on. فترات اليوم الكامل عشان هنعوز دي في الترجمة ناخد معها إن. طيب كلمة نون وكلمة نايت يا أبو الشباب ناخد معاهم آت. الساعة ناخد معاها آت. طب افرض الراجل مديني وسيلة ترفيه ناخد معاها أن. طيب عندي يوم وشهر وسنة هاخد معاهم حرف الجر أن. ليه؟ العيال اللي بياخدوا معايا دايما سامعيني بقول لهم ان لو اليوم ضرب مناخيره في الحوار استخدم on. طب ليه؟ ما هو اصل السنه باخد معاها ان. اليوم قلنا ايه؟ قلنا on. طب الشهر ياخد ان فما تروحش انت عامل لي فيها ناصع وحسيب وتقول والله اليوم ياخد on والشهر ياخد ان والسنه تاخد ان اتنين ان وواحد اون فاللي تغلب ان. لا حضرتك احنا مش بنلعب اهلي وزمالك. التركيبه دي بناخد معاها اون. في حلو الكلام. طيب عايزك تيجي هنا في الجمله وتقول لي مثلا لعبت مباراه جميله او خلينا نقولها مباراه شيقه عشان ننوع في حروف الجر كده شيقه يوم الجمعه. حلو لعبت مباراة شيقة يوم الجمعة ومعها كمان عايزك تقول لعبت مباراة شيقة يوم الجمعة السابقة. قسما بالله أنا بكون واقف قدام الكاميرا أول ما أبدأ الفيديو في دماغي أقول كلام معين بطلع على السبورة وأقول كلام تاني خالص مش عارف ملبوس ولا بس الكلام ده هو أهم من الكلام اللي أنا كنت مخطط أقوله لك. فعايزك تركز معايا كده
عشان هدف ان افيدك. بص يا معلم، تفرق دي من دي عشان بس كلمه السابقه. بص يا باشا، لعبته مين اللي لعب يا ابني؟ انا. فهقول لك اي. هو قال لك امتى لعب؟ ايوه يوم الجمعه. خلاص يبقى هتقول اي بلايد. اي بلايد مباراه شيقه، صفه للمباراه، يبقى هقول ان اكسايتنج ماتش. امتى يا عم؟ اون فرايداي. اون فرايداي، خد بالك انا حطيت حرف الجر اون عشان ده يوم الاسبوع، ايام الاسبوع. طب لعبت مباراه شيقه يوم الجمعه السابقه. مستر انت قلت لي ايام الاسبوع ناخد معاها حرف الجر اون. ايوه يا بالشباب، بس مع كلمه لاست وكلمه نيكست الكلام ده ممنوع حرف الجر قبله. ركز لي في الكلمة دي كويس. فتيجي نترجم دي كده هتبقى I نفس القصة برضو. I played an exciting match. والله الجمعة السابقة يبقى هنقول last Friday. هيروح واحد قايل لي طب ما هو Friday ده يوم الجمعة، يوم من أيام الأسبوع. ما خدتش فن ليه؟ رد أنت عليه بقى عشان ما أزعلش منه. قول له عشان في كلمة إيه في الجملة؟ كلمة last. مش ده اللي إحنا كنا عايزين نقوله هنا؟ بس هنرجع تاني للي إحنا كنا بنحكي عنه عشان ما انتهش. فهتكلمنا كده يا معلم، احنا قلنا ايه الاسماء؟ قلنا زي ما اتفقنا كده كنا بنتكلم على ان انواع الاسماء في كونكريت وفي ابستراكت. كل ده كنت بشرح في ملحوظات على ابستراكت، بس عشان ما تتوهش مني، الابستراكت ناون الاسم المعنوي اللي زي كلمه لاف وريسبكت والجماعه دول، واتفقنا الناس دول ما يتعدوش، ما ياخدوش ا ولا ياخدوا ان ولا ياخدوا ذا، تمام؟ طب الاسم المادي المحسوس زي مثلا باك، ممكن تمسك الكتاب في ايدك، يبقى ده محسوس. زي كلمه كار ممكن ترزع عليها كده، زي كلمه بورد سبوره، يا باشا زي الفل. زي كلمه بن زي القلم ده كده. زي كلمه فان مروحه، يا باشا. زي كلمه ايه كمان يا عم؟ زي كلمه مثلا ستون الحجر مثلا. الكلمات دي كده اسماء ماديه محسوسه بمسكها في ايدي. يبقى اول تصنيف للاسماء يا صديقي الغالي concrete noun و abstract noun. حلو الكلام؟ طيب الحته اللي بعد كده بقى، الحته اللي بعد كده يا عم الحاج، عايزك تعرف ان انت عندك تصنيف تاني للاسماء، اللي هو انت ممكن يكون عندك اسم نبدا من اول. countable يا عم. countable يعني اسم معدود، و uncountable. countable كلمة countable دي من كلمة count، عايزك تبقى فاهم وحافظ في نفس الوقت. كلمة count يعني يعد. حلو؟ طب countable able دي معناها يعني قادر على أو قابل لي، فلما نقول countable يعني قابل للعد. عارف إيه؟ لما تفتح تدخل المطبخ وتبقى واد مثقف بقى، able دي يعني قابل لي، فلما تلاقي في البيت مثلا كوباية من الإزاز ومكتوب عليها breakable يعني كده قابل للكسر. طب كوبايه ثانيه مكتوب عليها unbreakable يعني غير قابل للكسر، فتيجي انت زي الشاطر تلاقي كوبايه مكتوب عليها unbreakable، فتروح قايل بص يا امي الكوبايه دي انا عامل لك سحر، وترزعها في الارض على اساس ان هي مكتوب عليها unbreakable. ما هو un يعني غير، break يعني يكسر، طب unbreakable يعني غير قابل للكسر. فانت بقى تقول المستر هيثم قال لي unbreakable يعني غير قابل للكسر، يعني الكوبايه دي ما بتتكسرش، تروح رزعها على الارض تيجي 70 حته فتاكل العلقه. فخد بالك ما تثقش في كلام الاعلانات. فunbreakable يعني غير قابل للكسر، طب breakable قابل للكسر، وهنا countable يعني معدود، طب uncountable يعني غير معدود، يعني اسم غير قابل للعدد. حلو يا معلم. الاسم المعدود ده هنشرحه بالتفصيل، بس احنا دلوقتي بنعمل سكان سريع. اولا اسم معدود ده قابل للعد، يعني ممكن اقول لك 1 2 3 زي بوك مثلا، 1 بوك 2 بوكس 3 بوكس. رقم 2 ياتي قبله ا وان عادي. رقم 3 ياتي قبله ذات او ذس لو كان هو اسم مفرد، لو كان مفرد، ويجي قبله زيز او زوز لو كان هو اسم جمع. عادي يا باشا، الدنيا حلوه كده. طيب اعرف دول دلوقتي. حلو، يجي كمان قبله كلمه ميني وكلمه فيو وكلمه افيو كمان. طيب بس مش هنفصل كل حاجه دلوقتي، بس عايز تعرف ان دول لازم يكون بعدهم اسم. اسمع، اول شرط يعد، ثاني شرط جمع، يبقى الاسم اللي بيجي بعد دول ليه كام شرط؟ اثنين، وما ينفعش تخلى عن حد منهم. طب اضربني مثال سميك. بص يا باشا، انت ممكن تقول ميني ميني وتيجي على كلمه بوك، ينفع نقول ميني بوك؟ لا يا مستر، انت قايل لي الاسم ده اسم معدود. حلو، ينفع يجي معاه ميني، معاه كنا، بس انا قلت لك بيجي بعدها اسم معدود. ايوه يا باشا، ما هو كلمه بوك حضرتك معدود، وانت مش واخد بالك ولا ايه؟ ايوه بس انا قلت لك ايه؟
وجمع، فلازم تقول ميني بوكس. والعقل والنقل والمنطق يا ابو الشباب، ما ينفعش تقول كتاب كثير، ده انت بتقول كتب كثيره، فعشان كده حضرتك قلت لي ميني بوكس. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب ايه الفرق بين فيو وافيو؟ بص يا معلم، كلمه فيو ده معناه بيجي بعدها اسم جمع زي ما اتفقنا، ويعد غصب عنك. هتقول لي مستر ما داش نصح علينا، ما هو اصلا ما دام هو جمع يبقى يعد. هقول لك برافو عليك، انت كلامك صح، ما هو الاسم الذي لا يعد ما يجيش جمع اساسا. برافو عليك، لقطه حلو، قصف جبهه بالنسبه لي. طيب فيو بقى يا سيدي معناها قليل لا يكفي. امال افيو دي معناها قليل لكنه يكفي. فلما تيجي تقول I have a few pages to write، دي معناها ايه؟ معناها ان انت كشكولك لسه في صفحات، عدد من الصفحات القليلة لكنها تكفي. يعني حضرتك كده مش محتاج تشتري كشكول، كشكول النهاردة. حلو الكلام؟ طيب افرض بقى الراجل بيقول لك I have not pages. pages تمام؟ I need to buy a notebook. a notebook. والراجل بيقول لك استخدم يا ابني فيو ولا تستخدم مني ولا تستخدم a few. هتقول لي اخرب بيت شورتك يا مستر هيثم، مش انت يا عم قلت لي ان مني وفيو وافيو دول بيجي بعدهم اسم جمع معدود؟ ما هو بيجز اسم جمع معدود. ما اقول لك ما هو دي اللقطه يا ابني، انك تبقى فاهم. فيو معناها قليل، لا نرجع في كلامنا والعلامه اللي انا عملتها دي ما تنفعش تعملها هنا. بس عموما يعني فيو دي قليل لا يكفي. طيب مني زائد دي معناها كثير من. طب افيو قليل لكنه يكفي. حضرتك في الجمله هنا عايز مين في دول؟ ركز كده، انت بتقول انا عندي صفحات ايه، انا لازم اشتري كشكول جديد، يبقى اللي عندك قليله ولا تكفي. فحضرتك هتاخد مين بقى؟ قليل لا يكفي. قليل لا يكفي اللي هي فيو زي ما اتفقنا من الاول. حلو. طيب ده خلص الحوار ده كده، ده مدخل للاسماء المعدوده. طب الاسماء الغير معدوده بقى يا معلم، الاسماء الغير معدوده دي uncountable nouns، دي مش محتاجينها خلاص بقى، مش موضوع هنا، وانت عرفت الفكره. طيب زي كلمه think، think يعني يفكر. طب thinkable قابل للتفكير فيه. طب unthinkable يعني لا يصدق، لا يمكن التفكير فيه. الغير معدود ده يا ابو الشباب رقم واحد كده لا يعد، زي كلمه sugar يعني سكر، ينفع نقول شوك سكرات يعني؟ عيب، استحي. رقم اثنين لا ياتي قبله لا ولا ان ولا ينفع نقول 1 2 3. ينفع اقول لك انا اشتريت 1 شوجر امبارح؟ هتقول لي لا. طيب يجي واحد نصح يقول لك طب ما انا بقول كيلو سكر واحد، هقول لك يا عم الفالح انت بتقول 1 كيلو بس ما قلتش 1 سكر، فانت عديت الكيلو اللي هو وحده القياس، ما عدتش السكر. خد بالك من القصه دي. رقم ثلاثه يا معلم ان الناس دول بياتي قبلهم اسم الإشارة ياد المفرد فقط لا غير، ومش محتاج أقول لك فقط، وأفضل أقول لك قط دي كتير، ما هو أصلا ما دام هو اسم لا يعد فطبيعي، طبيعي إن هو مفرد. طيب عندك مثلا الكلمات اللي بتيجي مع عندك كلمة ماتش، وعندك كلمة آ ليتل، وكمان عندك كلمة ليتل، إيه الفرق بينهم؟ طبعا دول كلهم كده لازم يكون بعدهم اسم أولا لا يعد، ثانيا ودي من المسلمات مفرد، ما هو لا يعد يعني مفرد. ممكن تقول مثلا I have much money، لدي نقود كثيرة، أو I have little money، أنا عندي فلوس قليلة. وممكن كمان تقول I have a little money، يعني عندي نقود قليلة. بس الفرق بين الاثنين نفس اللي عملناه هناك يا معلم. A little دي قليل لكنه يكفي. طب دي قليل لا يكفي. فانت هنا لما قلت لي I have little money معناها ان عندي نقود قليلة ما تكفيش. I need to borrow، انا محتاج ان انا استلف. ومعناها كمان I can't buy a sandwich، مش هعرف اشتري ساندوتش. طب لو انت قلت لي I have a little money ده معناها ان I can buy what I need، يعني انا ممكن اشتري ما اريده. الحوار ده كده مقارنه بين الاسم المعدود والاسم الغير معدود في السريع المستخبي. الحته اللي بعد كده يا عم الحاج، او يعني النوع التصنيف اللي بعد كده الاسماء، عندك اسم، عندك اسم، احنا قلنا الابستراكت والكونكريت، وقلنا الكاونتابل والانكاونتابل. عندك حاجه اسمها كومون ناون، كومون ناون، وعندك حاجه اسمها
كومن ناون وبروبر ناون. بروبر ناون الكومن ناون ده ايه فكرته؟ بص باختصار شديد من غير ما نكتر في الكلام، الكومن كلمه كومن يعني شائع، دي اسم النوع او الفصيله، تمام؟ دي اجابه لسؤال ما نوع. طب امال البروبر ناون ده مثال على الفصيله او النوع، وده كلام طبعا مش كلام كتب، كلام مبسط كده عشان ابسط لك الامور. على سبيل المثال تيجي مثلا على كلمه على هيثم مثلا، على هيثم، حلو؟ لو انا سالت لك قلت لك ما نوع هيثم، هتقول والله هيثم ده بوي، حلو؟ فكلمه بوي اسم الفصيله، الفصيله بتاعتي ولد، الفصيله بتاعتي ولد، النوع بتاعي ولد، وهيثم ده مثال. نيجي مثلا على سبيل المثال على كلمه Sunday يوم الحد، هو يوم الحد عباره عن ايه يا عم الحاج؟ عباره عن يوم، يبقى كلمه day كومن ناون. طب Sunday بروبر ناون. نيجي حاجه تانية كمان، نيجي عند سبورت اللي هي الرياضه، البروبر معاها ممكن يكون فوتبول كره القدم وهكذا. فعايزك تفهم دي كده زي الشاطر، تعرف زي الشاطر كده ان الكومن ناون هو اسم النوع والفصيله، لكن بروبر ناون اسم مثال على النوع، مثال على الفصيله، فئه من النوع والفصيله. حلو، ده بالنسبه لموضوع الاسماء على السريع. اخر كلمتين هقولهم لك في الاسماء عشان انا كترت، بس عشان عايزك تاخد كده ايه الكونسيبت بتاع كل شيء. عندك حاجه اسمها يا عم كولكتيف ناونز. يعني ايه كولكتيف ناون؟ من اسمه كده، هو بالعربي اسمه الاسم الجمعي، بس مش موضوعنا في العربي. عايزك تفهم الاسم الجمعي ده، الكولكتيف ناون ده هو اسم يعامل مفرد عادي ويعامل جمع عادي. طب ازاي يعني؟ بص يا ابو الشباب، كلمه تيم يعني مثلا دي معناها فريق، حلو؟ ممكن اقول لك تيم نقول بعدها از، ممكن نقول بعدها ار. طيب امتى نقول از وامتى نقول ار؟ قال لك انت بتقول از لو انت قصدك على الفريق مقارنه بالفرق الاخرى، طب ار لو انت قصدك على اعضاء الفريق. حلو؟ طيب انا مثلا قاعد دلوقتي كده، والمثال ده لازم تفهمه، انا قاعد دلوقتي كده بسمع الماتش، بقول لك شايف يا معلم الاهلي مسح بالزمالك الملعب، انا قصدي على ال11 لاعب اللي في الملعب، فكده انا بتكلم على افراد الفريق، اعضاء الفريق، فنقول اه. طيب افرض نقول لك بص يا معلم، الاهلي والزمالك والاسماعيلي وحد سكندري وبيراميدز، دول خمس فرق، فالاهلي واحد، فالاهلي كده وحده من بين الفرق فهو مفرد. طيب زي برضو كلمه فاميلي، يلا نفس القصه برضو ما عندك، هنطبقها على كلمه فاميلي، على كلمه جوفرنمنت، على كلمة ministry اللي هي الوزارة، الناس دول. طيب فكلمة family لو انت قصدك على افراد الاسرة، طبعا الاسرة افرادها كتار جدا، فده اسم يعامل جمع. طب لو قصدك على الاسرة من بين الاسر، فده كده اسم مفرد، اسم مفرد. حلو الكلام؟ طيب نيجي بعد كده، يعني مثلا على سبيل المثال انا هنا بقول لك مثلا ايه، احنا قاعدين كده وشفنا ناس عيله، ناس نازلين في بعض طحن، فاقول لك شايف العيله دي كلهم ناس وحشين، فاصل انا شايفهم نازلين في بعض، افراد الاسره بيضربوا في بعض، فده جمع. لكن لما اجي هنا اقول لك والله بص عيله الزناتي، وعيلتي طبعا عيله ابو لبن عشان تبقى معروفه ورلد وايد كده، وعيله ابو لبن وعيله النحاس وعيله معرفش مين وعيله مين، فالعيله دي واحده من بينهم فهي مفرد. طيب ده بالنسبه للاسماء الجمعيه او الاسماء الكولكتيف ناونز. اخر ملحوظه يا معلم في الاسماء، وانا اسف انا كنت قلت لك اخر ملحوظه ورجعت في كلامي عشان اعيل، كل ما افتكر حاجه مهمه هقول لك عليها عشان عايزه تطلع معنا عندي مستفيد والكلام يبقى كده عندك ليه قيمه. صلى على رسول الله. بص يا باشا، عندك في حاجه اسمها الفاعل، اسمها كده الفاعل الغير معروف. طب هم سموه فاعل غير معروف ليه؟ ما هو من اسمه غير معروف، ما احناش عارفين ولد ولا بنت. زي مثلا لما تيجي تقول لي someone، لما تقول لي every one، لما تقول لي a person، الناس دول مثلا وما على شاكلتهم، اسمهم فعل غير معروف. ليه بقى يا سيدي؟ على سبيل المثال لما اقول لك مثلا someone is helping not مثلا son، يا ترى هتقول لي هنا his ولا her ولا their؟ معلش بس هو ايه الفرق بينهم يا مستر؟ الفرق بس حضرتك ان كلمه هيز دي مفرد يعود على الولد المذكر يعني، وهير دي مفرد برضو يعود على المؤنث. طب زير ده جمع يعني بيجمع الاثنين مع بعض. حلو، وبما انك انت قلت لي سام وان واحد وان، وغير كده قلت لي از فمفرد، فالطبيعي ناخد مفرد. هقول لك لا،
قال لك الفعل غير معروف ده فعله مفرد وضميره جمع. فحضرتك هنا قلت لي فعله اللي هو از مفرد اهي قدام عينك اهي، الضمير بقى هيكون جمع، فعشان كده حضرتك تاخد زير. طب معلش سؤال برضو بسيط ومن حقك تسأل، بس انا عارفك مش طايلني عشان تسألني، فانا هجيب لك اجابة السؤال قبل ما تيجي عندي تسألني. ليه ما نقولش هذا يا مستر؟ ما حضرتك لما تقول شخص ما يساعد ابنه او كل شخص يساعد ابنه، ده معناها ان انا مش عارف ولد ولا بنت. انا شغال مدرس في مدرسة فيها اولاد وبنات، حلو؟ فجيت قلت لك والله a student took notebook and left. حلو؟ ركز معايا عشان الجمله دي هيبقى فيها قصور لو ما فهمتش الموقف. انا بقول لك المدرسه فيها ولاد وبنات، فانا بقول لك طالب اخذ حقيبته وغادر. يا ترى الطالب ده اهو كلمه student اللي هي الطالب ديت عايده على ولد ولا بنت؟ انا ما حددتش. فلو انا قلت his يبقى غلط، لو قلت her يبقى غلط، عشان كده نقول عليها their. حلو؟ فتعايزك تعرف كده وتتعلم ان الفاعل الغير معروف فعله مفرد وضميره جمع. وانا كده خلصت الاسماء وهقلب سريعا على قصه الفاعل. الفعل يا باشا ركز معايا بقى، الجزئيه الثانيه معانا هنشرح مع بعض حته الفيرب. بص الفيرب الفعل هو كلمه بتوصف حدث، يعني زي يلعب اكشن كده، يلعب ياكل يشرب الكلام ده. وفي افعال انواع مختلفه، بس انا مش هشرح الافعال بالمنظور ده خالص. انا عايزك تعرف ان في نوعين من الافعال وده مهم، ترانسيتيف وان ترانسيتيف. انا سمعت الكلمه دي قبل كده، اقسم بالله انت سمعتها قبل كده. ترانسيتيف اللي هو الفعل المتعدي، طب ان ترانسيتيف الفعل الغير متعدي. ترانسيتيف المتعدي اللي هو يحتاج الى مفعول وممكن ربنا يفتح عليه ويديله مفعولين. طب ايه الترانستيف الغير متعدي اللي هو لا يحتاج الى مفعول؟ حلو؟ حلو. طيب الفعل اللي بيحتاج مفعول اللي بنسميه ترانستيف ده ممكن يكون مثلا I read a book، انا قرأت كتابا. I read a book، I read a book. الحاجة الثانية I rise، انا ارفع. ينفع لك انا ارفع واسكت؟ لا، my hand، انا ارفع يدي. فالفعل كلمة rise دي فعل من الأفعال المتعدية، فلازم يكون بعدها مفعول. طيب عارف كلمة raise اللي هي كده اهو، وكلمة appear اللي هي كده اهو، وكلمة disappear اللي هي كده، وكلمة occur وhappen وtake place اللي معناهم يحدث. الناس دول قال لك الأفعال دي كلها كده أفعال غير متعدية، يعني أفعال لازمة تلزم حدودها. الناس دول رقم واحد لا تحتاج مفعول، اصل يجي قبلها. رقم اثنين لا تبنى للمجهول، عشان كده لما اجي اقول لك مين في دول صح يا معلم؟ ماي دوغ، كلبي disappeared، الكلب بتاعي disappeared، ولا المفروض ان انا اقول was disappeared. عارف انت لو هتمشي بالمنطق هتقول لي بص يا مستر هو الكلب ده غير عاقل، انا عارف انت ماشي بالمبدا ده طول حياتك والنبي سيبه بقى. لا اله الا الله. ماي دوغ الكلب، المفروض الكلب ده غير عاقل، فالطبيعي نفكر في المجهول. هقول لك لا، انت كده بتفكر غلط وما تعملهاش تاني، لان كلمه disappear ما ينفعش تيجي مجهول، فدي الاجابه الصح. حلو الكلام؟ فعشان كده ماي دوغ disappeared، الكلب اختفى. ايه اللي اتعلمه من الحوار المتعدي واللازم؟ ايه اللي انا هحتاجه على مدار حياتي الدراسيه؟ تعرف ان الفعل المتعدي ينفع يجي مجهول ومش محتاج ولازم يكون معاه مفعول. طيب الفعل اللازم الغير متعدي اللي احنا سميناه لازم ده ما ينفعش يجي في المجهول ابدا وما بيحتاجش مفعول، بس كده. شكرا. الحاجه الثانيه اللي بعد كده عندك حاجه اسمها الافعال المساعده في اللغه الانجليزيه. مين الافعال المساعده في اللغه الانجليزيه يا ابو الشباب؟ بص يا باشا ركز معايا كده، الافعال المساعده في الانجليزي، والنبي ركز عشان الكلام ده هنحتاجه لما يجي نشرح ازاي نكون سؤال. الافعال المساعده في الانجليزي هم مين؟ رقم واحد الفيرب تو بي بعيلته اللي هم ام از ار ووز وير. رقم اثنين الفيرب تو دو بعيلته اللي هم دو داز وديد. رقم ثلاثه الفيرب تو هاف بعيلته اللي هم هاف وهاز، ولو عايز تعملها ماضي قول هات. رقم اربعه بقى يا معلم المودال فيربس، المودال فيربس الافعال الايه؟ الناقص. وانا هسالك سؤال، لما تيجي بجمله مثلا وتقول لي شي
is having a nice time. يعني هي بتقضي وقت جميل. مستر هو الجمله اللي فيها فعل مساعد؟ هقول لك اه، اللي هو از. ده فعل ايه يا عم؟ فعل مساعد. عارف واحنا سميناه فعل مساعد ليه؟ لانه بيساعد فعل تاني، يعني معاه فعل تاني. الفعل التاني ده بنسميه فعل اساسي، بنسميه مين يعني اساسي فيرب. لكن ده هو بنسميه helping verb. يبقى ركز معايا، الفعل المساعد هو الفعل اللي بيجي عشان يساعد فعل تاني. هتسألني سؤال، انا عارف السؤال، هو هتقول لي ايه لازمة، عارف السؤال ده في دماغك، الفعل المساعد ايه لازمته؟ هقول لك رقم واحد يا ابو الشباب، بنستخدمه عشان نعمل النفي، مفيش نفي من غير فعل مساعد. رقم اتنين يا ابو الشباب، عشان اسأل السؤال يا ابو الشباب. حلو، طيب مش فاهم حوار يعني، بس هروح في النفي وسؤال ازاي؟ عارف انت لو جيت قلت لي سلمى او سما بوت يعني اشترت النايس كور، ورحت انا سالك وقايل لك يا خلبوس الشباب ايه اللي خلاك تاخد اه هنا؟ تقول لي يا مستر ما تبقاش ذكي بقى، ما هو نايس دي عباره عن صفه وكار دي عباره عن اسم. وانا سالت نفسي قلت يد، هو الاسم ده يعد كار؟ اه يعد. طب مفرد؟ اه مفرد. خلاص نديله اوقات، عشان كده خدنا a nice car. Sama bought a nice car. الجمله دي مثبته ولا منفيه؟ مثبته يا ابو الشباب، عايزين نعملها نفي. بص يا معلم، النفي من جنس الزمن ومناسب للفاعل. لازم خد بالك من الصفتين دول، الكلام ده مش كلام كتب، ده كلام انا بصيغه لك عشان تستفيد بيه وتحفظه. لازم يكون من جنس الزمن، بمعنى والله بوت ماضي، فانا لازم اجيب الفعل المساعد الماضي. بص اجيب الفعل المساعد ازاي؟ اجيب مساعد ازاي للجمله؟ بص يا عم، رقم واحد لو الجمله فيها واحد من الاربعه اللي حضرتك عارفهم ارقص طربا وسعاده وفرحا لانك مش هتهبد. طب رقم اتنين، لو الجمله ليس بها فعل من حبايبك اللي انت عارفهم رقم واحد، اعمل ايه؟ حدد الزمن، عشان لو لقيت الجمله زمانها مضارع فهتفكر في دو او داز جري. طب لو الجمله طلع زمانها ماضي فحضرتك تفكر في ديت زي الشاطر يا ابو الشباب. حلو، عايز اقول لك على فكره تانية، الناس دي ممنوع تفكر فيهم الا لو الجمله ما فيهاش مساعد. بمعنى جملة زي دي هنسيبها دلوقتي وهنرجع لها تاني، بس معلش يعني استنى كده، استحملني لحظة بس كده. كده ماشي. بص يا شباب، لما اجي جملة مثلا اقول لك سما ووز ابسنت. كلمة ابسنت من الكلمات اللي بيحبوا يجيبوها في الامتحانات، مش عارف بتقابلنا كتير في الامتحانات كده. الجملة دي فيها فعل مساعد اللي هو ووز. يا مستر ان في كده، هروح انا قايل لك سما وازنت ابسنت. شكرا، خلصنا. طيب الجملة اللي هنا بقى ديت، سما بوت ا نايس كور، عندك فعل مساعد هنا في الجمله؟ لا. ليه؟ ما انا دورت على واحد من الاربعه اللي انا عارفهم دول ما لقيتش حد، فانا قلت لنفسي يا ابو الشباب لو الجمله ليس بها فعل مساعد فانا حددت زمن الجمله، لقيت بوت ماضي. طيب وبوت ماضي فانا هاخد فعل مساعد ديد، فراح انا قايل لك هنا في نفي الجمله دي سما، وهنشيل دي كده وهنقول didn't، والفعل في المصدر من بوت اللي هي باي، واكمل الجمله. شكرا، السلام عليكم. يبقى ده بالنسبه لموضوع النفي، وده اول قضيه. القضيه الثانيه يا باشا، تكوين السؤال. بص يا ابو الشباب، انت عارف وحافظ ان السؤال في اللغه الانجليزيه يا ابني نوع من اثنين. طبعا انا بكلم ناس ثانويه عامه، فعشان كده بحاول يعني اوجز في الامر. السؤال ده نوع من اثنين، يا اما سؤال باداه استفهام، يا اما سؤال بكلمه هل. حلو، قبل ما تبدا تحل عايزك تعرف ان تركيبه السؤال بقى استفهام، بنجيب بقى استفهام وبعدين الفعل مساعد، فعل مساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل. حلو، اوعى تنسى علامه الاستفهام. طيب على سبيل المثال، واحد عايز يقول لك مثلا اين وجدت السياره؟ عايز اعمل السؤال ده يا مستر، اين وجدت السياره؟ اعمله ازاي؟ هقول لك بص يا الشباب، الموضوع سهل ولطيف والله ما هو محتاج ابداع. هتسأل نفسك سؤال، هو فين أداة استفهام؟ أين اللي هي وير. ثانيا الفعل مساعد، هو كلمة وجد زمانها إيه؟ ماضي، وأنا لسه كاتب لك فوق، لو ماضي ناخد ديد، يبقى الفعل مساعد ديد. وبعدين الفاعل، أنا بقول أين وجدت،
احنا متفقين ما فيش حاجه اسمها مستتر، فوجدت انت يبقى هنقول وير ديد يو، وكلمه يجد دي اللي هي فايند، ونكمل الجمله بقى ذا كار واعمل عن صفات. ده موضوع سهل ولطيف. حلو. طيب افرض الجمله بيقول لك اين كنت بالامس. الجمله كده يا حاج مش هنعوز لها فعل مساعد. ليه؟ اصل كلمه كنت يعني وير، وده اصلا فعل مساعد من الفيرب تو بي اللي هم في اول القايمه. فانا لما اجي اسالك هقول لك وير وير يو يسترداي وعلامه استفهامك. طب اسال سؤال بهل ازاي؟ اولا تؤمن تمام الايمان ان هل هي الفعل المساعد. حلو. فلو انا جيت قلت لك هل تحب اللحم غير لما اقول لك هل اكلت مثلا الطعام. في الجمله الاولانيه دي هل تحب، يحب ده مضارع، فناخد المساعد دو او داز. فانا بقول له هل تحب انت، وانت يعني يو، وانا عارف من زمان ان دي تاخد دو، فانا عشان كده هساله اقول له دو يو لاف او لايك مي. اوعى تنسى اداه الاستفهام الله يبارك لك. طب هل اكلت اللحم؟ اكلت دي ماضي، فانا هاخد فعل مساعد ديد واروح ساله بقى اقول له ديد انت اللي هي يو ايت ذا فود مستر. مش انت قايل لازم نبدا بلا استفهام؟ ما هو يا معلم احنا كنا بنبدا بلا استفهام. بص احنا بنبدا بلا استفهام وبعدين فعل مساعد وبعدين فاعل وبعدين فعل. هو الجمله دي كده هل اكلت الطعام فعل استفهام؟ لا. فهنستغنى عن الخطوه دي خلاص، نبدا من عند الفعل المساعد اللي هو ديد، وبعدين نجيب الفاعل اللي هو يو، وبعدين نجيب الفعل اللي هو ايت، وشكرا كده الموضوع انتهى. وكده خلصنا جزئيه الفعل المساعد وجزئيه الفعل اللازم والمتعدي. طيب في حاجه كمان يا عم اسمها افعال الحاله. افعال الحاله دي لا تاتي مستمر اطلاقا. الفيرب تو بي مثلا ما يجيش مستمر، كلمه هاف ما تجيش مستمر. لو 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 هاف ديت لو معناها يمتلك، لا تاتي مستمر. لكن اي معنى تاني تاتي مستمر عادي. اديني مثال. على سبيل المثال لو انت قلت لي I am having a car، صح ولا غلط؟ لا هقول لك احكم انت. ترجم كده I am having a car يعني انا عندي سياره. كلمه have لو معناها عندي ممنوع تيجي مستمر. الصح انك تقول I have على طول. طب لو قلت لك I am having a nice day يعني انا اسمع كده مش امتلك يوما جميلا، لا انا اقضي وقتا جميلا او يوما جميلا. تنفع كده؟ اه يا معلم، لان كلمه هاف مش معناها يمتلك او يع او عندي. طيب الفيرب تو بي برضه ما يجيش مستمر. انت بتقول اي ام sad انا حزين. طب افرض انت قلت لي اي ام وبعدين being sad، هقول لك لا انت كده بتهبد علينا وده غلط. احنا شرحنا النهارده حاجتين اتنين بس تشعبنا فيهم وطولنا عليك شويه النهارده، بس عشان تستفيد. الفيديو اللي جاي اللي هينزل بكره ان شاء الله، اللي هي الوقت انت تسمع فيه الفيديو النهارده يعني المفروض لو يوم الخميس، هينزل قطعه وترجمه اختياري. عايزك تتابعهم وعايزك تنشر الفيديوهات بين القنوات كده وتقلب الدنيا كلها، وان شاء الله رب العالمين مكملين مع بعض كورس حتى ما تحترف. اوعدك لو تابعت الحاجات دي هتحترف وهتفترس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.